شيء بالحسابات اللي هو محاضرة 7، هاي كانت المفروض تنشرح ويا محاضرة 6 وقبل محاضرة 8 و9، لكن بسبب الكوزات وصارت فد خربطة أثناء المحاضرات اضطريت أشرح ذولاك قبلهم. المهم هي قصيرة وما بيها شيء، تتحدث عن المايكرومولز والمليوز مولاريتي. زين، الملي مولز والمايكرو مولز، أول شيء خلنا نعرف شنو هو المول. المول هسه من أقول لك مول شنو يجي ببالك؟ وحدة قياس إيه، وحدة قياس شنو؟ شوفوا أول شيء بأول سلايد فوق إيش مكتوب، يقول لك المول هو المولكولار ويت أوف سبستانس إن جرامز. شنو يعني المول؟ المول من نقول 1 مول مثلا للصوديوم فوسفيت، هسه مثل هذا ذاكرة جواب المثال. من نقول لك الواحد مول شنو يعني؟ يعني هذا الواحد مول يساوي لنا المولكولار ويت مالته. يعني ايش قد المولكولار ويت مال هاي الماده؟ 138، لكن شنو بالجرام؟ يعني كل واحد مول يساوي لنا المولكولار ويت مال المركب او السبستنس يعني المذكور. مو معناها انه 1 مول يساوي لنا 1 من المولكولار ويت، لا ككل. فهسه هاي يعني مجرد ما تفهمها انت راح تبدي تحل البقيه منتهى السهولة. ليش؟ إذا ذكر لك مثلا 3 مول، مجرد المولكولار ويت ضربه في 3 راح تعرف ايش قد إلى آخره. فهسه هذا السؤال منطنا يقول هاو ماني ملي مولز اوف مونوبيستيك صوديوم فوسفيت، المولكولار ويت مالته 138 موجودة ب 100 جرام. شوف يريد الملي مولز اللي ب 100 جرام. زين، احنا نعرف انه الواحد مول يساوي لنا 138 جرام. منين جبناها ال 138؟ هاي مولكولار ويت. اذا 100 نسبة وتناسب ويطلع بس، لكن شنو رايد ملي مولز؟ فمن يطلع لك الناتج الاخير ضربه في 1000. عرفت شلون؟ يعني ما بي اي شيء، هذا اصلا ما يجي سؤال واحد الا اذا اختيارات او هيك شيء، يجي دائما مرتبط ويا ملي اوزمولاريتي او يجي ويا ايكوفلنت ويت او شوف شنو يعني. زين، يقول هسه هذا السؤال الثاني، يقول هاو ماني ملي جرامز ود بي 1 ملي مول اوف مون. ها شوف عكس نفس الشيء، يقول لك ايش قد الجرامات اللي 1 ملي مول راح تقدمها؟ 1 ملي مول، احنا شو نقول؟ نقول اذا 1 مول هي 138 جرام، اذا ملي مول بس قسمه على 1000 يطلع 0.138 جرام او 138 ملي جرام. زين، عندنا هاي جوا تحويل وحدات ما بي اي شيء، هو منطق الوحده بالمايكروغرام مل و2 مايكروغرام على مل، يريدها شنو؟ يريدها مايكرو مول على لتر. زين احمد تعال، شنو مايكروغرام شنو مايكرو مول؟ هاي شلون؟ نفس الشيء طلاب، راح تسوي النسبة وتناسب بس شنو؟ راح تضيف الالف مل. ليش؟ لان هنا كانت مل وهنا صارت لتر بس. اما المايكرو مول والمايكروغرام بس مجرد حول الجرام الى مول مثل ما ذكرت قبل شويه، والوحدات نفس الشيء، فما يحتاج تضرب اي رقم. فشغلك وين؟ شغلك على الليتر والمرة راح تضرب كل واحد في 1000 والنسبة وتناسب نفس الفوق. نقول إذا 1 مايكرومول، 1 مايكرومول يساوي إنه 0.5 مايكروغرام. منين جبناه؟ هو من طنياها. زين، إذا 467.5 منين جبناه؟ هو المولكولار ويت. طرف وين بوسطه راح يحل السؤال، راح يطلع مايكرومول. زين، عندنا هاي الطريقة الثانية، هاي يعني برأيي إنه تعوفوها، يعني أشوفها إنه اكو بيهم يشوفوها اسهل، انا اشوفها لا هذيك الاولى افضل يعني. زين طلاب، هسه نجي على هو الموضوع الاخير الاوزمولاريتي. قبل ما ادخل بالاوزمولاريتي فد اعطي ملاحظتين. الملاحظه الاولى، اكو طريقه سريعه للحل واكو طريقه لا حسب القانون اللي مذكور جوا. قانون واضح وهسه ما تنطرق له، لكن الطريقه السريعه شنو؟ اذا عندك ملي ايكوفالنت، مجرد تطلع الملي مول وضربه بالملي ايكوفالنت يطلع لك الملي اوزمولاريتي. راح تقول اذا هو طالب الاوزمولاريتي لا سويها مول مو ملي مول بس. زين، هاي اول ملاحظه. الملاحظه الثانيه، الدكستروز والنون الكترولايت، ذولا الملي مول مالتهم مو واحد هاي، اما البقيه اللي هي الالكترولايت لا يعتمد على المركب. اذا مثلا NaCl 2، اذا مركب بي 3 3، وهكذا النمبر اوف سبيشيز. يعني القانون شو يقول؟ يقول الملي اوزمول على لتر شو يساوي؟ يساوي الويت اوف سبستنس، وزن الماده بالجرام على لتر، ركزوا بالوحدات مال القانون، على المولكولار ويت بالجرام يعني المول عدد المولات، في النمبر اوف سبيشيز هذا واضح اللي هو العدد مال بالمركب عدد العناصر في 1000. هذا مجرد طبقه يطلع لكم الملي اوزمول مباشره. يقول لك هنا ممكن تجي على شكل نظري ركزوا بيها، يقول لك لازم انه انت تفرق ما بين الاوزمولاريتي والاوزمولاريتي. طبعا هو مطرق للاوزمولاريتي لكن
يعني مجرد شغلات نظرية، أنا أقصد مطلق كمسائل، فأنتوا ركزوا عليها كشيء مسائل خاف، يعني تقول لك كذا كذا أجيبها صح وخطأ، تحط بدال الأوزمولاريتي الأوزمولاريتي، فلازم يكون ببالكم. زين سنجي على المسائل، هو هذا عليها كلها يمكن مسألتين أي اثنين فقط، فنشرح واحدة وكمل الثانية لأن هي الثانية شوية مطولة. شو يقول هنا؟ يقول how many milliosmoles are presented in 1 liter of 0.9 من الصوديوم كلورايد solution. زين ايش راح نقول؟ شوف شوف الحل، بغض النظر عن هذا الكلام، هذا الكلام شو يقول لك؟ يعني في الكلام انا راح اطرقنا عن اثناء الشرح، تريدون تقروا قروا براحتكم، اهم شيء انه انت العباره هاي حتى اذا ما تذكرها انت خليها ببالك انه التفكك كامل، لان ان اي سي ال هو ماده الكترولايت مو نون، فالفورمولا ويت مال الان اي سي ال او المولكيولار ويت هو 58.5، هذا المفروض احنا حافظينه. زين هنا جوا ايش مكتوب؟ يقول لك 1 ملي مول من الـ NaCl يساوينا 2 ملي اوزمول. ليش احمد؟ مو الـ NaCl 2 احنا قلنا هي الكترولايت، فالـ NaCl ما زال بيها 2 بالمركب، الكلور والصوديوم فيصيرون 2 وهكذا. زين الالف في 0.009 هاي شنو هاي؟ هاي الـ 0.009 مال النسبة، هو مو معطيناها، قايل لك بالسؤال 0.9%، فتضربها في ألف راح تتحول إلى جرام أو ملي جرام. زين شنو هاي أحمد؟ منين هاي الطريقة مال شو اسمه مال إكوفالنت ويت؟ نفس الشيء، ما ضفنا شيء جديد. زين هسه هنا راح نجي على الإضافة اللي هي مو إضافة، يعني شنو هو شو يقول؟ يقول إذا هو هو إيش طلعت؟ مو طلعت 9000، احنا شو نريد؟ نريد الملي أوزمول من هاي 9000. نقول إذا هو 2 ملي أوزمول راح يساوي 58.5، إذا 9000 ايش قد ملي اوزمول نسبة وتناسب، راح أوضحها بشكل أكبر. زين ليش 2 ملي اوزمول صارت لنا 58.5؟ هسه أنا أقول لكم ليش. 2 ملي اوزمول مو تساوي لنا 1 ملي مول؟ شلون أحمد؟ مو قلنا ال 1 ملي مول راح يساوي لنا عدد السبيشيز بالمركب عسى ما 4. زين السبيشيز هنا ايش قد؟ 2. إذا الاثنين راح يساوينا الواحد بالملي مول. زين هو الواحد ملي مول هذا ايش قد يساوينا؟ يساوينا 58.5، لكن ملي جرام. ركزوا طلاب، ركزوا بالملي مول، الملي مول ملي جرام، لا تسوون جرام ترى يطلع عندكم خطأ بالحل، المول جرام، الملي مول ملي جرام. زين إذا الاثنين راح يساوينا 58.5 بالملي جرام، هسا عرفنا إنه إذا 2 ملي أوزمول 58.5 ملي جرام. زين إذا 9000 ملي جرام، هي هذا هي فكرة السؤال، طرفين وسطين يطلع لك 307 او 308 ملي اوزمول. هو المسال طبعا بالملزمه تشوفوا حل سهل، من تروحون للمصدر حاطوا شويه افكار جديده، لكن انتم بس ضبطوا اساسكم بهاي وعلى اساس راح تقدرون تحلون ان شاء الله. زين هسه نجي على هذا المثال الاخير، شو يقول؟ يقول احسب الملي اكوفالنس مال الصوديوم والبوتاسيوم والكلور كلورايد والملي مولز مال انهيدرايز ديكستروز، وريد الاوزمولاريتي مالهن كلهن، البارنترال فلويد اللي ذاكرهن. بارنترال فلويد يعني شنو؟ يعني السوائل اللي تعطى بالحقن اللي هو الدكستروز والصوديوم لانها تجي بالوريد والبوتاسيوم كلورايد الى اخره، يعني كلهن من الاخير. فخاف يعني واحد يقول ليش اخذناهم كلهن؟ لان هن ذن اصلا مغذيات يعطن حقن، وهي بارنترال حقن. زين نجي نشوف السؤال، يقول الدكستروز 50 جرام، الصوديوم كلورايد 4.5 جرام، والبوتاسيوم كلورايد 1.5 او 1.49 جرام، اما الووتر اوف فور انجكشن هاي 1000 مل، هذا الحجم الكلي. هو نجي اول شيء يريد الملي اكوفالنس، رجعنا وين؟ على المحاضره ذيك اللي شرحتها شلون طلع الملي اكوفالنس، مولكولار ويت 58.5. زين نجي نشوف الفالانس ايش قد هنا؟ الفالانس 1. ليش؟ لان نجي على الصوديوم. طبعا المعلومه بالمركب كلوريد الصوديوم، الصوديوم هو الفعال، اكو بهم يعرفوها وكلها خاف تيهون. اذا اكتل مسائل شو يقول لك؟ يقول لك صوديوم ان ان اي سي ال، فهنا يعني تاخذ الفالنس مال الصوديوم مع العلم هم اثنينهم واحد ماكو اختلاف، لكن يعني تفيدكم كمعلومه خاف تجي لوفه هيك. زين المولكيولار ويت قلنا مال ان اي سي ال 58.5، الايكوفالنت ويت 58.5 هاي نعرفها ليش؟ نطلع الملي اكوفالنت تعرفوها هاي 1 على 1058.5 نقسمها جرام ونحولها ملي جرام، هاي كلها نعرفها. زين راح يطلع 4500، وراح نقول اذا 1 ملي اكوفالنت، اذا 1 ملي اكوفالنت هو 58.5 ملي جرام، منين جبناها؟ من الفقره الاخيره مال الفقره القبل ما هي هاي الفقره،
زين هو شي يريد الملي اكوفلنت مال الوزن المذكور بالسؤال. ايش قد ذاكر الوزن؟ ذاكر 4.5 جرام من حوله يطلع 4500. يريد الملي اكوفلنت مال هذا. طلاب شوفوا اغلب مسائل الملي اكوفلنت شلون تجي؟ ينطيك وزن او ينطيك نسبه وياها حجم تطلع عندها وزن ويقول لك اريد تلقى لي الملي اكوفلنت مال هذا الوزن. زين شلون احنا عندنا اساسا الموليكولار ويت هذا حافظينه، من الموليكولار ويت راح نطلع وزن. هذا الوزن اللي طلعناه راح يكون مال 1 ملي اكوفلنت وياي. فالوزن موجود والواحد ملي اكوفلنت موجود والوزن الثاني هو ذاكره بالسؤال، فنطلع من عنده ملي اكوفلنت مال الوزن اللي طالبه. بس وصلت هاي؟ زين الثاني همات نفس الحاله مال البوتاسيوم كلورايد نفس الشيء 74.5 هن فيهن واحد الفالنس فيطلع نفس الشيء، ونسوي مال 1 ملي اكوفلنت راح يطلع لنا وزن، ونشوف الوزن مال السؤال ونسبه وتناسب راح يطلع لنا 20 ملي اكوفلنت مال البوتاسيوم و20 ملي اكوفلنت مال الكلور. زين فد شغله سريعه هنا، انت من تطلع الوزن واذا من تطلع مثلا وزن عفوا ملي اكوفلنت مال فد مركب جديد على الوزن الجديد مثلا ذاك 77 هذا 20، المن احنا البوتاسيوم قلنا هو الفعال وهناك قلنا للصوديوم اللي هو الفعال، لكن هذا الملي اكوفلنت يكون ايضا الباقي العناصر، يعني هذا من طلعناه البوتاسيوم ايضا يكون للكلور وذاك نفس الحاله وياي. فشنو من نجي نريد نقول مثلا الملي اكوفلنت مال الصوديوم هو 77 هاي صحيح، البوتاسيوم هو 20 هاي صحيح، لكن الكلور هو نجمعهم اثنينهم لان هم اساسا موجودين بمكان واحد، هم مو كل واحد واحد، هم محطوطين بكيس واحد او بحقنه واحده او بمكان واحد، فالكلور يصير جمع لان اساسا قلنا الملي اكوفلنت الفوق هي مالتهم اثنينهم، فهسه نجمعهم راح صار عندنا مال الكلور والبوتاسيوم والصوديوم. زين ليش اساسا ليش طلعنا الكلور؟ هو احنا ما راح نحتاجه بالسؤال، مو هو بالسؤال ده يقول لك طلع لي الصوديوم والبوتاسيوم والكلورايد. هسه حلينا اول مطلب، هسه شيء يريد الملي مولز. زين الملي مولز مال من يريد؟ مال الدكستروز، ما بي اي شيء. المولكيولار ويت مال الدكستروز ايش قد؟ 180 المولكيولار ويت. زين الواحد ملي مول مال الدكستروز ايش قد؟ 180 ملي جرام. ركزوا بهاي الفقرة، ملي جرام لأن ملي مول. زين هو ايش قد مطين الوزن مالته؟ مطين 50 جرام، نحاول ايش قد يصير 50000 ملي جرام. خلاص اذا هو واحد ملي مولز 180، اذا 50000 ملي جرام ايش قد ملي مولز؟ نسبة وتناسب راح يطلع 277 او 278 ملي مول. فان شاء الله عبارة عن نسبة وتناسب، بس اعرف شلون تخليهم بالنسبة والتناسب وشلون تصفطهم. زين نجي على اخر مطلب اللي هو الاوزمولاريتي اللي هو هذا الموضوع. شوفوا انا هنا أنا مستخدم الطريقة السريعة اللي ذكرتها بالبداية، مو قلت لكم اكو طريقتين؟ شوفوا شو مسوي، هو عنده الملي اكوفلنت هنا طبعا ديكستروز ماخذ الملي مول مالته ما عنده الملي اكوفلنت. زين واساسا الملي اكوفلنت راح الملي اوزمول هنا راح يتساوي ويا من ويا الملي مولز. ليش الملي اوزمول؟ لان قلنا التفكك هنا هو الدكستروز ما يتفكك، فش قد يكون مالته واحد لكل واحد ملي مول، فش يعني هاي ثابته قلنا النون الكترولايت والدكستروز هو واحد، فمن نطلع الملي مول مال النون الكترولايت او الدكستروز تقدر تقول يساوي قبل الملي اوزمول او تسوي هاي الحسابات مثل ما هو مسويها. اما الكلوريد الصوديوم وكلوريد البوتاسيوم لا، هو انت ايش قد طلعت ملي اكوفلنت؟ ملي اكوفلنت ايش قد طلع لك؟ ضربه في اثنين. ليش اثنين؟ لو وضحناها قلنا ان اكو كلور وصوديوم، كلور وصوديوم اضرب هاي في اثنين وهاي في اثنين راح يطلع لك هاي الطريقة السريعة بغض النظر او بالاضافة الى ذلك القانون اللي ذكرناه بالبداية مال الوزن بالجرام على لتر وعلى المولكيولار ويت في نمبر اوف سبيشيز في الف، يعني اثنين صحيحات لكن هاي سريعة بالاخير راح تجمعها، لان هو قال لك مال بايونترال فلويد يعني مجموعهم كلهم ما قال لك كل واحد. هنا اكون خلصت يعني خلصت كل المحاضرات والحمد لله ما بقى شيء، فان شاء الله بالتوفيق واتمنى كل شيء يكون واضح.